نشاهد صورة للعائلة لكي ندعم هذه الأقوال بصورة. ماذا تعني لك هذه الصورة بروفيسور؟ هذه الصورة عندها أكثر من 6 سنوات. هذا في كان حفل تنصيبي كرئيس جامعة رايرسون سابقا تورونتو ميتروبوليتان يونيفرسيتي. وبالطبع يعني هذا يوم بالنسبة لي كان مهم، لكن يوم يعني لازم يكون النجاح مع العائلة، فمع زوجتي وفيه عندي ولد ياسر وثلاث بنات سمية سلمى وتسنيم اللي أنا أعتز كثير بهم. يعني ما يلاحظ في الصورة ما شاء الله بروفيسور، البنات متحجبات، هم اختاروا ولا انت فرضت عليهم ولا كيف؟ لأنه في كندا الحجاب، زادوا في كندا، زادوا في ثقافة غير ثقافتنا، في كيف؟ يعني ما شاء الله عليهم. قضية الهوية هي مهمة بالنسبة لنا احنا كعائلة، يعني زوجتي وأنا يعني كنا من قضية التربية كانت قضية مهمة، فزوجتي اشتغلت على الأمر هذا من بكثير. وبالطبع يعني إذا عشت في كندا كل أولاد يعني زيدين في كندا مش حتفرض عليهم الأمور. وحدهم قررت الحجاب؟ بالطبع بالطبع، كل البنات يعني هما كان قرارهم، وهم يعتزوا أنهم مسلمين في كندا رغم أنهم ازديادهم في كندا، ازديادهم وحياتهم كلها في كندا، حياتهم في كندا. نعم، بارك الله فيك بروفيسور، بارك الله كذلك في الزوجة التي أعانتك. والله يعني هي اللي عملت أكثر مني يعني.